اليوم في إطار شرفنا على فعاليات الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الاتحاد الرياضي بشبيكة بدعوة منها من هيئة الجمعية في مقر بلدية شبيكة. العملية تو جارية معناها العملية الانتخابية في احترام تام لكل معناها القانون ولكل الإجراءات المعمول بها بحضور مختلف المتدخلين ممثل المندوبية ممثل الرابطة الهيئة السابقة وكل الأطراف اللي مدعوة واللي معنية ومن جماهير ومن أحباء. بالفعل هو حضورنا احنا كسلطة محلية فيه إشارة إيجابية وأنه سنكون إلى جانب معناها الاتحاد الرياضي بشبيكة هذا الموسم، سندعم معناها من خلال دورنا المحلي وحتى معناها بالتنسيق مع كل المتدخلين والإدارات ذات العلاقة. بالفعل هي الاتحاد مرت بصعوبات معناها أهمها مالية السنة الفارتة، واحنا الحقيقه من هذا معناها المنبر باش نسعى في اطار معناها البرنامج الجديد مع الجمعيه ان نوفر معناها دعم بالتنسيق مع المؤسسات الصناعيه المنتصبه في الجهه، كذلك بالتنسيق مع البلديات مع كل الادارات اللي معناها بالقانون محمول عليها معناها توفير المنح الدعم سواء على مستوى الوزاره سواء على مستوى المندوبيه. طبعا ثم شروط للترشح للهيئه الانتخابيه، القائمة قدمت وثائقها وقدمت أوراقها اللازمة ومستوفيت الشروط من حيث العدد، لأن تتكون الهيئة من 12 عضو وقبلنا الترشحات هذه وثبتنا فيهم وإن شاء الله مش نمر للعملية الانتخابية. المشاكل المادية الحيز الوحيد أن احنا توفي معتمدية الشبيكة حد مشكلتنا الأحباء فماش دعم مادي من الأحباء، خلاص ما فماش صفر ملي من الأحباء. إن شاء الله الموسم هذا مشكور سيد المعتمد مش نعمل جلسة ودور على الناس الكل باش يعاونوا الجمعية في الموسم الصعيب، وش بك أثناء وتعرف ظروف ديما جمعية ديما كهرباء ثلاثة سنوات ظروف الهيئة وحدة، وتعرف ديما الفلوس قوامة العمال ثلاثة سنين تحدي الرياضي بشبيكة يلعب على من أجل الصعود. أثناء موسم صعيب برشا بداية متعثرة مع عديد العقوبات ومشاكل الإدارية خلتنا أثناء فاتهم نربع تفادي وصال أثناء فما جلسة نهار واحد ستمبر إن شاء الله مكتب الجامعي ينصف الاتحاد الرياضي بشبيكة. الجمعية ما عندنا كان متنفس الوحيد اللي هو الجمعية الاتحاد الرياضي بشبيكة، الناس كل تحب الجمعية، الناس كل معناها ديما ملتفة حول الجمعية ونحاولوا ديما نصلحوا ومع الهيئة هذه معناتها اللي عندها من الأربع سنين أو الخمس سنين، ثلاث سنين لعبنا على طلوع وصلنا ديما مرتبة الأولى مرتبة ثانية مرتبة الأولى، صارت برشا ظروف ما طلعنيش الناس كل تعرفها خارج عن نطاق الجمعية. الموسم الأخير هذا بالنسبة للهيئة هذه صارت برشا ما تبعش مشاكل، فما من أول سيزون ما ركب برشا ركاز من الفريق خرجوا. إن شاء الله ننتظر خبير باهي من الرابطة، فهمت اللي نستنوا أنا معنا باش يسعفنا باش نقولوا في السيدو. بالنسبة للتقرير المالي عندنا عجز بسيط اللي هو في 35 في حدود 35 ألف دينار، فهمت إن شاء الله نحاولوا نتلافوا العجز هذا. وبالنسبة لفهمت الملعبية الجد السنة إن شاء الله عدنا ملعبية إن شاء الله مش يجو فهمت الجمعية. بالنسبة للمدرب بريسك 100% متفاهمين مع سي حامد العبيدي، متفقين مع اتفاق تام بريسك معنا باش يعاود يرجع الجمعية وإن شاء الله يتلموا الأحباء ويتلموا جمعيتهم ويقفوا جمعيتهم. الحياة فهم، الحياة فهم زهرة الحياة.